الحادثة اللي فات عن الدولة الطولونية ونشأة أحمد النزلون وتأسيسه للدولة الطولونية، لكن بعد انتهاء الدولة الطولونية بتظهر لنا دولة جديدة اسمها الدولة الإخشيدية، والدولة الإخشيدية دي برضو دولة مستقلة عن الخلافة العباسية، يعني تابع الخلافة العباسية أيضا. طيب درسنا النهاردة بيتكلم عن شخصية جديدة اسمها محمد ابن طغج الإخشيد. محمد ابن طغج الإخشيد من أصل تركي، من أصل تركي زيه زي أحمد بن طولون بالظبط. نجح في صد هجمات الدولة الفاطمية، الراجل ده أظهر شجاعة في صد هجمات الدولة الفاطمية. لما جت الدولة الفاطمية تهجم على مصر، الراجل ده وقف وقدر إن هو يصد هجماتهم. فالخليفة العباسي اللي كان بيحكم في الوقت ده تمام أعجب بيه جدا وعطله لقب الإخشيد، منحه لقب الإخشيد، ومعنى كلمة الإخشيد يعني ملك، وأعطاه حكم مصر. يبقى محمد لما نجح في صد هجمات الدولة الفاطمية الإخشيد، الخليفة العباسي أعطاه لقب الإخشيد يعني الملك، وأعطاه حكم مصر. طيب محمد بن طغج الإخشيد دلوقتي بقى مسك حكم مصر، بقى حاكم على مصر. إيه أهم أعماله اللي هو يعملها؟ أول حاجة عملها إن هو أعاد الأمن والنظام في البلاد، أعاد الأمن والنظام في البلاد، وحمى البلاد من الأخطار الخارجية، حمى مصر من الأخطار الإيه؟ الخارجية في الوقت ده، يعني الدولة الفاطمية. قوى مركزه في مصر والشام والحجاز. يعني إيه قوى مركزه في مصر والشام والحجاز؟ يعني بدأ يسيطر، سيطر على مصر والشام والحجاز. والسؤال ده بيجي بما تفسر، طب ليه؟ عشان يبقى ليه حق الإشراف على الحرمين الشريفين، يشرف على الحرمين الشريفين اللي هم المسجد الحرام والمسجد النبوي، الكعبة والمسجد النبوي. آخر حاجة عملها حرص على الاحتفال بالأعياد الإسلامية والمسيحية، كان بيحتفل دايما بالأعياد الإسلامية، طبعا احنا عندنا الأعياد الإسلامية اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى، والأعياد المسيحية مثل عيد الغطاس.